حقيقة قول ابن آدم قول رميسية قال يا مسلم با هي الموت بقيري نفولو الدنيا نشوفتا واي بحيسا رسولك ربي أتش علام تلمامي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق هذه غفرتا إذا نوو قلاني إنا وارتا ما شرتبا إلهي إليه سبحانه وتعالى هذه نواري ميس قيري تذكر دبا قيريون كل جعليا قيريون كل نعبيا قيريون كل يربا قيريون كوي با قيريون ولكن هل الموت نهاية حياة أم بداية حياة أيها الإخوة قيرد وصفر وقف نول الكتقي ونول الشرطة بلابية وقفك بحي نولشي امتحان كاهي وتغيي نولشي جوابك اللي حلي الأسئلة الحرجة مو بلابة يا قف راس سؤالها نولش هو ذاك يقف بناء دين من لويدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحنك الماما يا قفك مركا حباش الله ديقو إيه لغا دريرو إيه وصنقر دبتي كرنقا قيم مغلي وراعي النعل كبها تقف تقف تو داي سغو سي مقليين لك عندورا ونفط دي بو صون غنس اذا نفط وحي كم غنيت فتره ير بين نفتي جسد كو كلام غنايه كدبنا نلو الرسول بلا بيا وحب بلا بيا دار عصب تجي ودن جديد تجي يسال عن هويتي او هويتي وحل ويدين يا هويه ضم حيت من انت لما ويدين يوم وردوني دي محال حوالا كتبي لما ويدين يا محال عفور بشي لما ويدين يا محال دارا بستي لما ويدين يا قبيل كاضحي عدي ويدين ما يسد دولادات كتر سنين لكن هوية انت بك قد سبال لويدين يا من ربك وما دينك ومن نبيك وسؤال هذا الله ينصي شعبي انت انو دوني دا كورنا الله هاي أي رب سبحانه وتعالى ينصي شيغي إنسان شالين ويدين دونا حدنا وحاو نبي محمد المامي عليه الصلاة والسلام دقي بدنين يقرم وايد سؤال مقدمة وهذا حد حيثته جواب تيدا دقي دقي سي وإن بدن يضع لك ورمي يا شيء لكن إنسان حالة النفط مرك اعتماده مركه وبقاء وهم فريره وحبضنا وملكه هي ما مدي حيس كجري بالله أرضي بو سقو ما أنت ودم وحسا أخرنا يا وحبضنا صوب غيبي هذو نحمرك وامتحان كبلا بيو واه الماما وحبضنا وحصوصنا مركه وامتحان كصوب بحيد بدأ يمادو أيو دبو حصوص طايرة هوري لي سواش سنة عين كصيحة أنا وطلع ضعيف لو إلا بي إنسان بحقو بقاء لابا ملقو بچين ايا قوي من ايا من اكود النوع كلي اندو هو دقاب كلي هين كو ارقاقح قلين ايو لوغو طلق لي ري كو ارقاقح قليا مانتان نفاق مچرو مچرو غش مچرو منافقين دو مانتا با لا اله الا الله محمد الرسول الله بيدك كدح لي دبضن با مانتا ربي الله سلام بانحي نبي محمد بن رسول كي عليه الصلاة والسلام دد بدن با دريد له مركا سمى ايش حاصل لطبو ما جري دونتو اناد منافق ايسو ما جري دونتو تمثيليات اناد روايد متلي دونتو وحصوا بحي دون حقيقة هذا وحيتي اذا ايها الاخوة ساشكوا ومن ربك من سيدك ومن مالكك يا قو ربها يا كو سيدة هاي انت دوري دا جوبتك فعلا اطوم باضحي الانسان عبد وحان هاي من نغرو انسان كو مر نبع حرية مطلقة مقابل الانسان في حياتي وعبد لكن وحي سويدين تلي مالتا لمويدين اياه واركم هذا طوان واحد يا رب قاءها يا سيد قاءها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دوري دا وحينا قلت الماما يا تعس عبد الدرهم والدينار ضد باء الضماء لكن وحياة الضمويهين الدرهم والدينار الدون كان يسيد اللوغة حق سيدي الضموي وحسن لقويدين آخره
وسؤال شأن من ربه. أيها الإخوة، عجبت إنسانك وحاكمده سؤاشا ما تلغى أبورا الهوي إلهي سبحانه وتعالى قرانك وحكوت المامية. وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إلهي وحينا شغي سبحانه وتعالى آدم دبر كيسي انت غير نبي آدم وردن لغا ساري وحونا لدون وردن انت لغا ساري. هل سؤالين إلهي ويدين؟ إلهي وحكوه ألست بربكم؟ ورر نبي آدم وربقين ما أحيبا إلهي سبحانه وتعالى رر نبي آدم ما انتهوا يقرانه بلا بيلي إله وربق يباطعي. إلهي وحكوه لي سبحانه وتعالى وحسده إياه إن إذن هده طفر أضرائم. والإنسان من طبعه المسيا بن آدم كالطبع عدس وحكم ذين محلاب وادي اللو دي سؤاشا ربك ويدي أي وقت قيد عظيم. رسول با إلهي صادر من باب التذكير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إلهي وحليه هدنا مركا لأيدن قبصن ما يين الرسول صادر مويا رسول با الله صادر سؤاشي دبنا حسوسي صح انت إنو أدونك جوغنا إنو شعفتا من ربنا يا إنو ربي. إلهي وحليه سبحانه وتعالى ولو أنا هلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ندل ونخزى. أدن هلاقي لهابا إلهي إلهي سبحانه وتعالى إنت أمرسو شوي ماني وحيور الله هاي ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا إلهما ترسلنا سودرت. إذن أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وحينا أشياء الدنيا مركة إنو النمي سؤاشا إنو إنو ويدية وحكى الله إنو أشياء الدنيا مركة إنو كبحنو وظهر الرئيسين حبالت قنوب سؤاشا وظهر الرئيسين لين ويدين دونين نفسه هذا صور نغرس انت انو دوني دا تشوقنا الهي بين عشاري وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رب سبحانه وتعالى وحينا شيئا أدونك أن حقي سكون أنت هو الدورة كل ما أندورة أدونك أنت اللي تشوغنا إنه يسوي يهيك وحنا كأوهية وحنا كفرحية. الضحك هي والبكاء إلهي سبحانه وتعالى هو سوي رقعت إليك وجر أبولي أنه هو أضحك سكا بنا أدبك كقصلية إسقى كوهية إسقى الدلة إسقى النور سبحانه وتعالى سينا المسألة ذوه المامي قرآن كوحد دعاك صارورون من ربنا بيك صارورين سقاشني يصدح ميلود ما قرآن كوحك صارورين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. ربنا وابعث فيهم رسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا أفرغ علينا صبرا. ربنا لا تؤاخذنا. ربنا لا تزغ قلوبنا. ربنا آمنا سقاشا يصدح ميلاد ما قرانك وحق صار ري إن لا ينبره إنتين تنكب بحنين إن برنا ربنا إن نبرنا إن ربنا لي سبحانه وتعالى سيدة يدبد عدم عصفنا ذا قصار ردي وألا بالله فضيهم بيو بضمتي إما باسم الجلالة إله سبحانه وتعالى مقعيسا واسمك الله اللهم إنك دعيسه وإما بصفة الرب ربنا صفة إنك دعيسه دعين كل مدى أمك صار آخر مركا تكتنا تي دريد مركا تشوكتين ربنا آذ الهي أي أوه الرئيس وحلوه ويديه من ربك وليكون ربي هاين تي دريد تشوكتين. إلهي سبحانه وتعالى قرانك وحكمت المامية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إلهي وحليه سبحانه وتعالى يثبت الله في الحياة الدنيا الذين آمنوا
إلهي وحسوغيا كوا إيمانك لغها لين نلاش أدوم وقصوغيا حالو قصوغيا عند ورود الشبهات مرك الشبهات كبن آدم كعقل إيسا خلخل قليا أي مادان إلهي هداية يقيم وقصوغيا مرك اعتماد عروض وشهوات وحيامها النفط ويعيا بنفط وشعشة مرك اعتماده إلهي سبحانه وتعالى وقصوغيا ما أحبه الله نكهر مريو ما تحب نفسه ولذلك لا يحليه يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا انت اي ادونك جوغان الهي باسوغي سبحانه وتعالى آخرنا الهي باسوغي آخر حقي كبلا بنتا من القبر قبر جاي كبلا بنتا آخره مركل لويديا من ربك نبي محمد حتى المامي عليه الصلاة والسلام انت مؤمن كيما يرون دونت ربي الله قال كي منافقون يرون دونت ها لا ادري ها لا ادري انك جواب دونت قرن ماي ايها الاحبه الهي وحليه سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين الهي والله من اي انت ظلمي اصلا ظلمي وحوينا شرك بالله إن الله سبحانه وتعالى الشريك يشوف وظلم لظلم وين إن الشرك لظلم عظيم ظلم جاوح كحي جاوح إلهي حقوق ديساء ظلم عند الظالمين تنقطع إلهي بحولي يسوغي ماي لا في الدنيا ولا في الآخرة أدون هنا الله سوغي مايو آخرا الله سوغي مايا إلهي تلمام يا سبحانه وتعالى ويفعل له ما يشاء أيها الأحبة سؤالك لين مشكور كنا حين مشكور كنا يوحي الله لنا وحين مشكور كنا يوحي الله لنا وحين مشكور كنا السؤال انت وضبطنا انا اخر اللي سويديني الاسئلة الحرجة سنة النبي محمد وحي شيقي سه حباش انا انسدح سؤالات اللي سويديو مرك الله صواب بحي الهي اللي سرت هذين افر اللي سويديو لبدا قور سؤالا وحنبه التلمام يقف كستو ابن آدم ابن مري حباش صدح باقه مريسة من ربك وما دينك وما النبي وما النبي مركا لغصو صارنا لا تزال قدم عبد ابنبه التلمام إن أنا يزول قفنا ما يشو تاغي إن أنا قد نقاغي كريم رجل إن قطي إن قطنطو إلا يينا أفر سؤالا دقوي دين الأسئلة الحرجة ويا وسؤال عن نبطة إن رشة أنت جوكتا ضبا هنت إنا تدي يدرونه وسؤال عن نبطة يا ضبا هنت إنا تهدي سوي ديسو وسؤال عن نبطة يا ضبا هنت هاي هدى الجواب ما هو هيسا حتى أنا تهدى الجواب هلين فترة هدى الجواب ويدو وحلا فضاين عاد هدون الجواب هلين إلهي الله طابت كير أدب دفل أيها الأحبة إلهي قرآن كوحو كذي إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أيها الأحبة إلهي وحول أي قوة الدنيا مركة يتشوغانا آن لك قرآن كي يرجيني آن سؤالها سديار كبواهي آن إن رشو هذا حسابته وجر ووردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها بإلهي رال لكل نقضي إن رشو الدنيا وحلق قبطة وإطمئنان كحسي لي بإلهي لي سبحانه وتعالى إن رشو الدنيا يوحيا بها كريا لي رال لكيين حوكسي دي هلستي دي مشكول كيلا تاسانا مطمئن كلي ما انتو تاسو هلوا مطمئن القلب مستريح البال واقف دريم يينو فرحي دريم يينو راحيستي دريم يينو قوليستي هو إلهي وحلي سبحانه وتعالى والذين هم عن آياتنا غافلون اي آيات كيغنم بوقبا إلهي لي وحن تقنين بحيي اي وحام وحصو ساري بموك إلهي وحكمت المامة يولئك ما واهم من الله واسي هوي قوة دوارنا عكس قوة دقوة إيماني عمل صالح لغها لي يهديهم ربهم بإيمانهم إلهي سبحانه وتعالى
وحنورين أيها أيها الأحبة قرآنك هداد أخرضا انت لفظ ربك سواء أرورتي ووحت ربنا بل إلهي سبحانه وتعالى آيات بضنبو انت استصفائيه خالق الحب والنوى مرقس صوت المامة في سورة الأنعام آيات ربنا إلهي تلمامة يسد وحو أبو ري خلق غير مسولي في ربي وحكو قبيني ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم واركاسب إلهي إلهي سبحانه وتعالى وربي خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل إلهي سبحانه وتعالى في سورة يونس وحلي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إلهي وحين شيريا نحن كان أبو ريا قلك إيه وحين نمعها يسنردان نساقوا لي أرن كانوا يساقوا مامور هداد فقري كتشرته هداد ببك وحيسته هداد نعمة يسنتي يدبر الأمر إلهي سقى سبحانه وتعالى لندة تدبير كذلك ليس هناك رب سواه ذلكم الله ربكم فاعبدوه إلهي سبحانه وتعالى وحليه وكاسوا ربكين عابده ذلكم الله ربكم فاعبدوا آيات كمكلات المامين ربي نويه وحتى بطأ الليلين عابد يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إلهي وحين لي سبحانه وتعالى هبين يمال سيقى قدية ويسبح قليل عد عدا سيعيد يا سخر الدنيا كلها وحنو لتشوغ أدو إن الشيقة عد عدا مستعمال لولا الشمس إلهي دان عد عدا ما يشارك إن أدو كما تشيري وح الله لي وحا إن رجد لدي الله داركتور إن داركت وحيما دا عد عدا إلهي وحلي وسخر الشمس والقمر سيعيدين تسخيدين ما عندكم من شيء وحكتين يا الله ما تشيري ولذلك بإلهي وحين لي ذلكم الله ربكم والله سأل ربكين له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إساق قداشي أمسك دي هو بري إساني عابد إساني واروح ممحنتان بأل لي سبحانه وتعالى في سورة الزمر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تؤفكون إلهي وحلي يسقايدن أبوري يسقايدنك أبوري في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث عروشه يدي رب سبحانه وتعالى يسقايدنك أبورا أطوار فارو يدي بسمريه عدوف حنشر مضغة لفظ هلم وحاسب أن سيئ إلهي أطوار تايد سومري ميل مقدية صدحة أي رب سبحانه وتعالى إنك أبوه ذلكم الله ربكم قال ربك الدبي سينية في سورة غافر الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين أيها الأحبة أدونك أن نكون الله ربا إسكاله مركو ينا أبوري أيوين النعمي وحد ندي اللي أين نفسريني أين نعريني أين مودينين نحوكسرين ونعمة يسير سؤال ولاقين كدبنا إني نعابد نقو ينا ويدي أدونك مركو ينا كانيس وعاش أسوين ويدي ألسنو بربكم مالنت أي نكبح نيكوادنا نفس السؤال بقى ربينا ويديني يا سبحانه وتعالى نفس السؤال من ربك وردوني ده انت تشوفت يا قول ربي أها حوين بري نبي محمد عليه الصلاة والسلام وفكك وردي أي وردي سكمل نغطى مركز
أدونك أنت جوك العليا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي إنك من نغر يقوى سيبا أيها الأحبة مالك استقف بل سيسي لكيري مالك استنحراش مالك استوحن لنا قفة إنه انتحاك وقين أنا قانا هل هو يجي سؤاله كل يوم قفة وقا واحد لاضي ربي قاي سفرتاك أسئلة ذهب ويدي أذغنا أدو حباش دورتاك بعد الله تعي أما أنا بحبك الوغي واتكسوا أن أقول سوادي الله بيسا أدو كم باتك مشكور تعي أهل مادة ددان الله إيا رسول طانا مميسين فالنوشي سيدو ديوك له ونوران وقتك كانوا حاوبا هانتي إن ربي كيف فكرته إن عرب وقايسا نبي محمد إلهي سبحانه وتعالى مركا يدفت كم بضطي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يا إلهي قال أنت اسموك تكتوى وأقنهي إن لا تكون عريري يومي دونته حات عريري قال الله بيتك قبع حسابك على راح أقنته إلهي وحكوري فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عكس يدا إلهي وتلمان مركا يدبت قبضته إلهي عرفك هيبال ولو تنزيه يا ربك حصوصه حتى برارة يستوه وليستوه إلهي وكلهي مركا أنا ربك حصوصه أفكا مسلم كاهي مر نبا مل الذكر كاله إذا قوليستوه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله حلقة بمركة إلهي وحولي فصبح وتصبح سو وتصبح سو معنى هذه الوحوية أن نرش مركة عريري تحي إلهي ذكر جيسهاي نرش مركة برواقة تحي إلهي ذكر جيسهاي في كل أحوالك عند عرب كامل سيكون ربتي كشيك سيؤبضن يا هذا الحي سيلرنوشهاي ربي قهر ربط اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم الصلاة